السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعطيكم العافية طلاب الأحباء، طلاب الصف الثاني. يوم درسنا يا ثاني حيكون الاختبار نهاية الوحدة العاشرة. أبحث عن الأشياء الآتية ثم أقدر طول كل منها ثم أجد قياسه بالسنتيمترات. طبعا عندنا علبة المناديل الورقية، توقعت أن يكون طولها 20 سنتيمتر، وعند قياس طولها كان 23 سنتيمتر. قلم الألوان، توقعت أن يكون طوله 10 سنتيمتر، وعند قياس طوله كان 7 سنتيمتر. ممتاز. أبحث عن الأشياء الآتية ثم أقدر طول كل منها ثم أجد قياسه بالأمتار. هذا اللوح توقعت أن يكون طوله 3 متر تقريبا، لكن طوله عندما قمت بقياسه كان 2 متر. ممتاز. المكتب، توقعت أن يكون طوله 2 متر تقريبا، لكن طوله بعد القياس كان 1 متر. ممتاز. أحوط الوحدة المناسبة بالغرام أو الكيلوغرام لقياس الكتلة. هذه المبراة وزنها بالغرام، وهذه الحقيبة وزنها بالكيلوغرام، إذا الوحدة المناسبة الكيلوغرام. ممتاز. أحوط الوحدة المناسبة باللتر أو الملي لتر لقياس السعة. كأس العصير، الوحدة المناسبة له المليمتر، بينما قالون الماء الوحدة المناسبة له اللتر. ممتاز. تاسعا، إذا كان طول المغلف المجاور يساوي 4 مشابك وطول المشبك الواحد 2 سنتيمتر، فما طول المغلف بالسنتيمترات؟ هذا المغلف طوله مشبك 2 3 4. إذا كان كل مشبك طوله 2 سنتيمتر، فإن طول المغلف بالسنتيمتر هو 8 سنتيمتر. عندما نجمع 2 زائد 2 زائد 2 زائد 2 يساوي 8 سنتيمتر. ممتاز. يعني طوله بالمشابك 8 سنتيمتر. عاشرا، تبلغ كتلة مرطبان مربى الفراولة 120 غرام، كم تبلغ كتلة المرطبانين منه؟ إذا كان كتلة المرطبان الواحد 120 غرام، كتلة المرطبانين سيكون بجمع 120 زائد 120، نجمع عادي طبعا، 0 زائد 0 0، 2 زائد 2 يساوي 4، 1 زائد 1 يساوي 2، إذا 240 جرام، إذا مجموعهم 240 جرام. تدريب على الاختبارات الدولية. 11، ما طول المفتاح المجاور تقريبا؟ تقريبا طوله يكون 4 سنتيمتر. سؤالنا 12، ما كتلة 5 حبات تفاح تقريبا؟ 5 حبات تفاح تقريبا توزن تقريبا 1 كيلوغرام.